من الربع كلهم. ماني فاقد شخص، انا فاقد بلاد. هذه قصيده في الوالده، الله يشفيها ويخليكم والديكم ويطول عمر الحي ويرحم الميت. يقول كلزم من لذة العمر الأكباد، حصد رحيق اليانعات وقطفها، قسم خذاها الشوق وابطى ولا عاد، والقسم الآخر كل يوم يحذفها، مضت سنين وجرح الأيام ازداد، في كل ليل يجدد الجرح أسفها، نفسنا رهينة صبر ومالها سهاد، أشرف نسب فوق البسيطة شرفها، يا ما استرت خله ويا ما قوى الضاد، تسعة شهور تشيني من جزفها، اللي جلس من ضيم الأيام مرصاد، تفزع وتاقف وقفة ما تقفها، جمع الشيوخ اللي على خرج وشداد، ونقدمت رؤوس القبائل ونفها، كنت القوي وراسي سلاح وزناد، واصبر على بطش الظروف وصرفها، واصبحت مثل اللي ما في عقله إرشاد، يبغى الضريبة ما يخطي هدفها، يا أمة محمد ويا أمة الضاد، عيني بعلمكم سبايب جففها، لو خايلوها اللي يعرفون أرصاد، يمكن تحذر بالسيول وجرفها، يا رب أنا مؤمن ولي في الأمل واد، والنفس تقوى والظروف تعسفها، دايم يراودني شعور الخطأ الحاد، وإحساس زلة مستحيل أقترفها، ماني فاقد شخص أنا فاقد بلاد، وعندي عمامة ولا لم في طرفها، نادت علي صدفة وأنا داله صاد، وركضت أدور فرحتي في كنفها، هذا الخطأ اللي معي والدنه يعاد، اللي يرجع في حياتي شغفها، اللي أخذها منها المرض اسمي إبعاد، ماني بناسيها وجاحد ولفها، لا صار ما تعرفني أقول إش عاد، ما أبغى تعرفني لكن أنا أعرفها. يا سلام. سلام. الله يعافيها، يطول بعمرها. الله يجزاكم خير. عيفان العيفان.